فانواز حلوة منك. محلاك محلاك يا لميمة. حركة صغيرة الفرحة كبيرة مع فانواز. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم بنة اليوم. اليوم معايا الشيف أسماء، معايا الشيف ريم، وباش نحضروا مع بعضنا منو إكسبريس. دونك باش نعملوا مصلي بالفاسون بتاع الشيف أسماء، وباش نعملوا تخت وفخاز. هذا الكل في بنة اليوم، اقعدوا معنا. شيف أسماء شنحوي لك؟ أهلا وسهلا، يعيشك وبيك. دونك اليوم عنا مصلي بالعلوش، ويظهر لي باش تعمل لنا بطريقة رابيد ان بو رابيد، وباش يقعد اللحم طوندر وما نستهلكوش برشا الفوغ، سورتو اللي عندهم فوغ الكتريك. باش نطيبوه على الغاز داكور، ومن بعد جوست نحمروه شويه في الفوغ. باه دوك مصلي علوش باش نبداو. يظهر لي باللحم باش يطيب هو وكل حد شنو يحب ياخذ لا كونتيتي دابور. اي ميرسي، ولي تفهمني هاكا نزيدي تعطيني الوحده. دونك كل حد بالسمن، بالسمن بيان سور. الوغ مع السمن حط شويه بيان سور زيت داكور، باش ما يتحرقش السمن. ميرسي، شويه مش برشا. هلا ونشعلوا الغاز باش يذوبوا ويسخنوا مع بعضهم. Entre temps, oui, c'est bon. Merci. Donc, il y a le fer, فوالا يعطيك الصحة. ونواد موسكات بيان سور. دونك الغاب تفضل. ميرسي ميرسي. هكا شوية من بعد توا نزيدو نحطو في الأخر باش يقعد لو غو برونسي. باهي ميرسي رندا، جو تان بخي. ألوغ هذوما السمن والزيت سخنوا مع بعضهم، ونحطو تريفات اللحم. فوالا دونك كل حد شنو اللي عنده. داك نجم نعملوه بقري ولا بالجاج، اللي ما ياكلش العلوش بيان سور غي، واللي وكتيب هكا في الطنجرة يتيب فيسع فيسع. ولا اون بلوس ابار اللي يتيب فيسع فيسع، تقعد يقعد اللحم طوند، خاطر ديجا باش يبدا راوي بالصوص في الفوغ. احنا خاطر ما نجموش نغموه على الاخر، كي تغم في الفوغ وتخليه باش يقعد برشا فيه ماء، وما ياخذ برشا وقت، ياخذ برشا وقت وما يجيش بنين. في الطنجره نجمو نغموه باش يطيب وينقص الماء، ومن بعد جوست نحمروه هكا هاو. دونك نجمو نقويه. فوالا ياخذ اون بيل كولور. ومن بعد عندنا زعفران هوني نفخته وباش نصفيه من بعد. اوكي دونك فوالا نحضروها هذايا هوني، هذايا بعد ما يتحمر هو. دونك الزعفران لهنا حطيت له شويه ماء. اي شويه ماء داكوغ، باش ياخذ هو نورمالمون نهرسوه الزعفران بشويه ملح داكوغ، ونحطوا له الماء، ومن بعد نحطوه في دابوزه في الفريجيدير نجمو نستعملوه بوندون كيلكو جور. بون هوني احنا زربنا دونك حطيناه جوست هكا في الماء، سايب لا كولور نتاعو كيما ترى، باش نفوقوا بيه باش تصفيها. والاخر فوالا هكا هو. ومن بعد البطاطا مش توا نحطوها، نقصوا البطاطا كيما نحبوا احنا، نقصوها نفوحوها. كي اللحم عدو طاب نرميو البطاطا، نعرفوا فيسع ما تطيب داكور. طابت البطاطا جوست نحطو 5 مينوت جوست طون دو برونزي يحمر شويه المصلي نتاعنا. فوالا ونخرجوا. دونك هوني حطينا التريفات اللحم نتاع العلوش باش يقعدوا يطيبوا. شيف أسماء باش تقص جوست البطاطا نتاعها وتفوحها، وانا باش نمشي بحذا الشيف ريم باش نحوي الكريم. الحمد لله عايشك. يعيشك. دونك اليوم عندنا تخت وفخاز داكور. دونك توا باش نبداو يظهر لي بالبات سابلي داكور، باش نعملو بات سكري. اوكي اول حاجه باش نستحقوها لهنا 200 غرام فرينة، هي وباش نزيدو عليهم 50 غرام سكر غلاس حكايه مغرفتين. 50 غرام ولا مغرفتين؟ اي 25 غرام مغرفه داكور.
ولهنا باش نوزن 100 غرام جولدينا باش نبسط بها البات نتاعي. دونك انت حطيت 200 غرام فارينة عليها 100 غرام جولدينا، دونك الشكر نتاع الفارينة نحطوه جولدينا. اي لهنا باش نوزن 100 غرام. أعطيني مغرفة أخرى. ميرسي. زيد شوية. صافا. دونك حطينا 100 غرام جولدينا. لهنا باش نخدم البات نتاعي بالجولدينا. باش تزيد هكا رشة الملح هاي. اي هاي تزيد تبننا البات. باش نعملو رشة ملح وتوا باش نبسس البات نتاعي هكا بصوابعي، جوست ندخل الجولدينا مليح في الفارينة. لهني ما لازمنيش نعجنو برشا البات باش تنشحلنا ما تجيناش يبسة. جينا حشوشه لازم جوست نلمو بشويه 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 لان الجولدينا تدخل في الفارينة الكل. ندخلوا الجولدينا مليح في الفارينة هكا نخدموها. قول لي تبدا حاجتك بالعظمه تو نحضرها. اي حضرها لي ابدا حضرها لي تسويت كسر لي العظمه وجوست اخدمها لي فرشيتها خاطر انا العظمه نجم ما نستحقهاش الكل باش نبدا نزيد بشويه بشويه لين تتلم البات نتاعي. هكا سافا توا هكا شربت مليح. دونك نحط لك بشويه 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 جوست انت باش تلم. بسم الله خاطر عظمه من عظمه تفرق ساعات تكون العظمه كبيره. نزيدك شوية؟ لا توا جوست نلم رندا ما لازمنيش نعجنها. دك ما استحقيناش العظمة الكل. اي حطينا قريب من الشطر هكا توا هكا بديت تتلم البات نتاعي. جوست راني نشوف لي بابي سو لو فان توت سويت نلف البات ونخليوها ترتاح. لازمها تكون طريه وشاده روحها في نفس الوقت. اي سورتو ما نعجنوهاش برشا ما نعجنوهاش باش تجي حشوشه وماهيش يابسه. داكا اطرحي لي لهنا ولهنا نعاونوها هكا شويه نحلوها باش من بعد تجينا سهله في الحلين. دونك اسهل من هكا ما فماش. دونك نحطوا توا البات نتاعنا ترتاح ترتاح ونحضروا الكريم باتيسيغ. داكوغ معناها انا توا باش نحط البات ترتاح ونحط نطيب الكريم باتيسيغ وباش نرجعها تبرد نخرج البات نتاعي نخدمها في الفون ندخلها تيب. باهي كاها نقص عليك هذم ونحطوا البات في الفريجيدير. اهي ايوانا تاك لكخب شوف اسمع ريحة اللحم طلعت طلعت خاطر قليته مليح 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 كلش عليه مشوي. دونك حتى كي نحمروه هكا نجمو ما نحطوش في الفور معناها بعد كي يبدا مستحمر. نجمو بيان سور هو بوندون لا كويسون كوميم اك الحموريه باش تنقصرا. سي جوست هكا هو باش من بعد نحطوا له شويه سمن ندهنوه والا زبده ولا اللي عندنا موجود في الدار جوست بوغ كو لا كولور تبدا هذيك حمارت ودغي. فوالا وهوني عندنا البطاطا قصيناها وفوحناها دونك هوني حطينا يظهر لي شويه تابل. لا مش تابل هذيك شنو في الاكحل ونواد موسكات. نواد موسكات حطينا زيت فوالا باهي تخيل هكا وغميت اللحم اي خليته تطيب وقت اللي عندو طاب البطاطا نعرفو فيسع فيسع نرميوها هي تطيب نحطو احنا نحطوها 5 مينوت تك تك اللي يحب يحط
سمن وشويه عسل والا زبده والا جولدينا يحط هكا ويدهنك اللحم باش يبدا شويه ان بو غو سي با سكري سالي مي دو دو. يعطيك الصحة شيف أسماء. هاني جاية بحذاكم ولا بحذينا احنا توا حضرنا البات حطيناها تبرد في الفريجيدير وتوا باش نعملوا الكريم باتيسيغ. الكريم باتيسيغ نتاعنا الكلاسيك ولا عندها حاجة أخرى؟ باش نخدم كريم باتيسيغ حاضرة نتاع فانواز. داكا احنا قلنا منو اكسبريس. اي فوالا هذاك حاجة سهلة وبنينة وتنشحلنا. فوالا هنا باش نستحق 400 مليلتر حليب. نحب نعملها عاقده الكريم باتيسيغ. انا حفظت دروسي. قداش حطينا حليب؟ 400 مليلتر. 400 هو على الساشي هذا يجي نص ليتر. اي بون نقصت في الحليب باش تجيني عاقده. باهي اي سي فغي عندها الحق معناتها ما يلزمش تجيك اللي كيما ناكلوها احنا في الجزائريه. باهي نحطوا 4 مغارف سكر. معناتها هوني كيف نقصت الحليب سي لو ميم برانسيب كو نقولوا احنا البريكه الحلوه. اي لازمها تكون عاقده. عاقده ما لازمش تجي جيره البريكه الحلوه. دونك باش نحلوا كل شيء في البيرات ونحطوا على الغاز. فقد لك جوست الغاز تبع. ايوه حركوا بالقدا من الاول باش ما تكعبرناش تتحل بالقدا. دونك عندنا الكريمه توا الكريم ديسير نتاعنا حضرت بقبقت. نزيدوها حاجه ولا باش نزيدوها شويه جولدينا؟ داكوغ تخي بيان. نحط شويه جولدينا. اجا لهنا يا رندا هبطوها من النار. دونك نحطوا شطر مغرفه. اي هكيكا دونك شطر مغرفه 20 غرام. لا شوف لي راندا بول نصب فيها لا كريم توت سويت. دونك باش نبردو الكريم شوف لي سباتول توت سويت باش نعطيك هذي راندا. دونك نحطوا الكريم تاعنا تبرد. اه وعطيني نهزها عليك كريم ويظهر لي زاده البات نتاعنا نجم تكون حضرت. نعم اي اي نص ساعه كيكا ترتاح. تخي بيان لهنا باش نحط الفيلم باش ما تعملناش شكل كوش من فوق. ونحطوها تبرد لهنا باش من بعد نخدموها بالفوق. تري تري بيان. دونك توا حطينا البات نتاعنا باش تبرد وتشد روحها نورمالمون سي توا نجمو نحلوها وباش نحطوها في المول نتاعنا ونحطوها في الفول. وتوا حطينا الكريم باتيسيغ باش تبرد وتشد روحها وهكيكا نعملوا لا غوسيت نتاعنا نتاع تارت او فريز. هنا ارتاحت البات. داكوغ هيك ما شاء الله نورمالمون توا تتحل معانا بالقدا. نعملو رشه فارينة. ناخذ القلقاب بسم الله هنا نتبعها بشويه بشويه هكا. اي بيسك الجولدينا شادت روح. اي لازمها تبرد قد ما ترتاح قد ما خيره. اي طويله لهنا هنا نزربوا. اي هيك مش معك ما شاء الله طوعتني. نحلوها حكي 3 4 سنتيمتر مليمتر. احنا الكونتيتي اللي عملناها نتاع القالب نتاع 20 سنتي 20 سنتيمتر. داكوغ تاع بلاتو نتاع 20 سنتيم.
هني حضرت انا البلام تاعي داكوغ اللي باش ندخلو للفور. خذيت لهنا سيخ كلا تخت باه فرشت بابي كويسون. لكن نجمو نستعملو السيخ اللي كيما هكا ولا جوست البلاتو هذيك نتاع التخت العادي لهنا. طيب هذه تكنيك جديده، هذه ما نعرفهاش باش تجي لهنا هكا نرخفوها هكا شويه باش تهبط بالكدا. ساعات نبدا اجبد من اجبد لازمك ترخفها اي خاطر راهي كي تيب تشرب. ننزل لهنا على الكوانيت مليح اي هو الساق هذايا هايل حتى في المعون اقل ما فماش ناس باش تلصق زاده اي ناخذ لهنا سكينه ونقص الزيت ستار على علي هذه نستحفظوا بيه نجمو نعملوا بيه حتى كعبيت صغار اي كعبيت سابلي ولا نجموا نجموا خاطر عملنا بات حلوه هنا ننزل على الحروف باش تجيني طاخت مزيانه. دونك توا نحطوا الطاخت نتاعنا في الفور قداش نحطوها تيب وعلى قداش من درجه كان الفور سخون نحطو على 160 باه كان فور عادي 180 فوق لوطا مدة 30-35 دقيقة هكاك احنا نتبعوها نتبعوها باش نشوفوا هي تبدا تاخذ ابان هكا شوية لونه اي باهي تخي بيان نقب الطارت نتاعي نجمو ترجعوها للفريجو تبرد ومن بعد تدخل تطيبها ما تتبدلكش كيما تدخلها كيما تخرجها كي تبدا تزرب كيف من هكا وقتها نجمو نحطوها نحطو لهنا بابي كويسون ونحطوا حمص ولا لوبيا هكا نستعملوها للي تاخذوا داكوغ باش ما تطلعش باش ما تطلعش باش ما تتحركش باش نشوف بابي كويسون لهنا باش نقص نقص نفرش سيركل بالبابي كويسون باش نحط عليها اللوبيا دوك تو باش نحطوا كعبيت لوبيا شوف لهنا ناخذ هكا بالعين نقص لهنا نفرش هذه هكا لهنا عندي كعبيت لوبيا استعملتهم قبل دوك نجمو نقعدو ديما نستعملوهم نستعملهم هذوما نحطوهم في حكة شاك فوا نجبدوهم لهنا نضمنوا انها الطخت نتاعنا ما تتحركش من بقعتها باهي نرزنو معناها هاي خد ساعات تعمل هكا اي بيان سور دي دودان تلقاهم في وسطها انا عندي دبوزه فيها العدس انا نعمل بالعدس فهذاك وقت نهار اللي عندي دونك بابي كويسون نعملو هكا نحطو في الدبوزة وقت باش نجبدها نستعملوها هي جديدة حتى انا رندا سخنت الفور اي سخنت الفور بقبل داكوغ بسم الله باش ندخلها تيب لين تولي لونها دوغي يعطيك الصحة ريم شيف اسما يظهر لي نحطو البطاطا نتاعنا توا هذا كانت تيت علي نردها كباما راني شفتو با دونك هوني نحطو البطاطا واللي يظهر له هكا بطاطا برشا ينجم هذه شفتها يقليها بلوتو يصمتها وحدها شويه تدوب الليش وبعد يقليها ويفوحها شويه فلفل شايح شويه ثوم شايح كان عندنا معناتها اوني با اوبليجي دو تو ميتر مي انا هوني بون باش نحط الكل من عندنا دوتر استوس معناتها الحاجه تظهر لنا مفصيم كل شيء يظهر لنا شويه وهو تبارك الله ما شاء الله وساعات نفطم برويحنا نولي نخليهم الحاجه في عود باش نخليوها هكيكا نعملوا بها حاجه اخرى نعملوا البطاطا هكيكا نعملوا معاها مايونيز باغ اكزومبل والا صوص صغوي المايونيز معاها شويه هريسه ابار المسلم تاعنا ونحطوه في صحين هكا هكا عندنا بزيد صحن على الطاوله الفو جوست هكا واحد يخمم شويه شغل باش ينجم صحيح نعملوا فيها صنفات معناتها ذاك راهو خليو البطاطا تيب شويه تيب توا باش تيب خاطر من بعد جوست احنا باش نحمرو اكاهو
ونمشي انا بحذا الشيف ريم دوك يزولي الشيف ريم عطاو نعاونك نلم معاك لهنا شنو اللي مازالنا الشيف ريم توش نستناو جوست الكريم باتيسير تبرد ونخدموها ونستناو التارت نتاعنا التيب تري تري بيان دونك توا حطينا التارت نتاعنا في الفور رمينا كعبه البطاطا باش يطيبوا فصل صغير ونرجعوا دونك توا خرجنا التارت نتاعنا من الفور وشو باش نعملوا لازمها تبرد اي وباش نحضروا توا نخدموا الكريم باتيسير نتاعنا اللي حطيتها ديجا بردت تري بيان دونك توا باش نحضروا الكريم ويظهر لي باش نبداو الدريساج نتاع التارت فريز لهنا الكريم باتيسير بردت بالكدا تاع القالب لازمها تكون هكا بردت تيبس. قالب واحد فوالا واش نخدمها لهنا دوك تاو باش نركزوا الكريم تاعنا بسم الله نحاولوا نخدموها شويه بسم الله نخدموها مليح لين تولي ليس داكوغ باه دونك زعما تتركز مليح مليح لين تولي كلموس هكا ليس على الاخر دهني ركضناها بالكدا باه وش نصبها في البوش داكوغ باش تجي الطارت نتاعنا مرطوبه نعطيك سباتول نعطيني سباتول حتى هذه سافا دوك شيف اسما شوف فيك سايب باش نحطوا يظهر لي المصلي نتاعنا يتحمر في الفور زدتوا شويه سمن هكا دوك قاعدين ندهنوا في البطاطا بالسمن واللحم كيف كيف دهناه بسم الله كيما قلت لك قبيله اللي يحب هكا يعمل شويه ان بو فريمون كلي دوبلش جو سكري سالي نجم يخلط بالسمن والا بالزبده يعمل عسل وزبده ويدهن سافا دوني هكا ان بو سكري سالي فريمون ليجيرمون مش برشا العدوش يمشي معاه السكري سالي تجي حاجه ياسر بنينه واللي يحب يعمل فلفل وطماطم زاده كيف كيف معاه يعمل انا ديما جو بريفير هكا يكون بطاطا يولي مصلي فريمون نتاع العاده هذيك فوالا اما انا نحبه هكا خاطر باش نعمل كيف مكثر الوقت نعمل معاه لاكومبانيومون سوا مقرونه بيضة بالحبق والثوم ولا شوية ولا اون جينيرال سي دو ري نعمل معاها روز يلا فوالا احنا جوست هوني رانا باش نحمروه دونك سافا با اتخ بطاطا طايبة جوست باش نحمرو هكا هاو نكملو التاخت نتاعنا هنا حطيت الكريمة بتاعي في الباش هذا سي المومون بريفيري شوف لي لهنا سباتول عندها باش نستويها شوف لك من عند شيف اسماء هذه سافا سي بون تري بيان بسم الله لهنا نستوي الطاخت نتاعي نعطيك هذا مراندا وش نقصو كعيبات الفريز اوكي نعمل تنظيفة خفيفة دونك
دونك توا حطينا الكريم تاعنا وباش نبداو نزينو الفريز بالفريز. باهي باش ناخذ الكعبات الكبار نبدا بهم اللول نحط هكا ستار عليك في عقلك. توا وقت الفريز دونك الدسير اليوم تارت فريز حاجه فرشكه خفيفة وبنينة في السهرية مع قهوة مع كويس تي سورتو بعد الموصلي حاجة فخيش ميلا بعد العلبوش دوك توا نزينو التخت نتاعنا لو طون اللي حمار وجوست خاطر طايبين هكا هاو الموصلي نتاعنا من الفور وهكيكا يكون المنو نتاعنا حذر دونك نرسفوا كعبة الفريز بالطريقة اللي نحبوا عليها أي. أما هكا زيدا سي تخي جولي وكعبة الفريز ناخذوهم دو بريفيرونس يكونوا قد قد كيما قالت شيفلي قاعدة نختار فيهم أي. دونك توا كما نزينا التخت طبعا كملنا حطينا كعبات الفريز اي وش نعملوا ناباج للطخت باش تبدا فيه هكا لقه داك يعطيك الصحة ريم دوك خليك تكمل تتفنن ظهره تشهي نمشيو نطلوا على المسلم تاعنا زاد يظهر لي سايب باش نخرجوه خاطر ما لازمناش نخليوه برشا كمان باش ما يشيحش احنا عملناه فوق الغاز باش يقعد الحم طوندر داكا فوالا سامحني يا رندا سي تي بو ميرسي بوكو لا جوست على باش تسكر الفوق الوغ ناخذوا المعون دوك توا باش نزينوه فوالا وكرشت الخضوريه هذيك اللي باش نعملوها زاده بسم الله نحطوا قدمة اللحم في الوسط دك شي فيلم كان كملت التزيين والفن نتاع التخت فريز نجم كملت تجيب حذينا زيت هلا واللي يحب كيما قلت لك قبيله اللي يحب يعمل فلفل وطماطم بوركوا با حتى البصل دي رونديل هكا وي جوست جوست هكا يعمل له فرشه بصل اما لا نحكي لك على البصل نجمو هكا جوست نغطسوه في الماء سخون ونخرجوه ونحطوه في الفوخ والا نعملوه بصل كاراميليزي بون سي جوست هكا اون غارنيتور اون بلوس نجمو حتى نعملو تري فروز معاك الصوص بيان سور انا اون جينيرال كي نعمل المصلي علاش قلت لك ما نحطش فلفل وطماطم خاطر كيف نعمل المصلي نعمل معاها روس يعطيك الصحة ريم جوست نصبو هادو مع الصوص باش البطاطا تعاود تروى مرة أخرى بعد الفوق هلا تري بيان انا تو نحي نقص عليك النواد المسكات مازال حاجتك بها لا عاد هكا هاو داكا ونعمل بها كويس تي ولا كيفاه ولا نعملها في القهوه في بقعة الهي لا انا رشة المعدنوس ردوا بالنا من ولا بصل ومعدنوس مع بعض انا نموت على البصل والمعدنوس نهز هدايا اي سيل تو بلي رندا اشك هلا باش نحطوا زاد باش تحطوا شويه قارص بيان سور
كانت تبارتنا هذه اليوم. يعطيكم الصحة. عايشة. تبارتنا اليوم مسلي بالعلوش طيبناه في الطنجرة من الأول باش طاب الكدا والبطاطا نتاعنا طابت وبعد جست حمرناها ومع الشيفريم حضرنا تخت فخيز. إن شاء الله تبارت اليوم عجبتكم. نتقابلوا غدوة في بنة جديدة. شهية طيبة وفي الأمان. فانواز حلوة منك. محلاك محلاك يا لميمة. حركة صغيرة الفرحة كبيرة مع فانواز.